ننتقل أيضا إلى المحور الثالث وهو يتعلق بالجانب الطبي والإنساني، ففي كارثة إنسانية واسعة تجتاح حمى الضنك العديد من مديريات محافظة شبوة مع ضعف الإمكانيات والجهود اللازمة لمواجهة انتشار الوباء والوقاية منه، الوباء الذي اتسع ليشمل ثلثي مديريات المحافظة بحسب تصريح لوكيل المحافظة ناصر القميشي، يحتاج إلى جهود مكثفة وعاجلة لإيقاف زحف الوباء ومعالجة آثاره، ويبدو أن القطاع الحكومي في المحافظة أصبح عاجزا عن كبح انتشار الوباء مع نقص في الإمكانيات والخبرات والدعم الكافي من قبل المنظمات المعنية والجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يستدعي تنسيق الجهود وتكاملها بين مختلف الجهات الداعمة لإنقاذ المحافظة من هذا الوباء. مشاهدينا، لتسليط الضوء أكثر على الوضع الإنساني والطبي في المحافظة، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد القباطي رئيس اللجنة الطبية العسكرية. مرحبا فيك دكتور محمد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، فرصة سعيدة، وشكرا للمشاهدين والمستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك سيد دكتور عبد محمد. إذن التصريح الذي يعود إلى وكيل المحافظة حول أن الوباء انتشر في أكثر من ثلثي المحافظة، هل هذه المعلومات صحيحة أم أنه مبالغ فيه قليلا؟ نعم أخي الكريم، فعلا هذا الوباء قد انتشر ويعني واستشر في الكثير من مناطق شبوة، طبعا مع ارتفاع موسم الجفاف والحر في المنطقة، فوصل الوفيات بحسب الأرقام التي صرعوا بها والمنظمات الدولية أن وصل عدد الوفيات إلى 20 وفاة من أثر حمى الضنك، وهذا رقم كبير طبعا. خلال كم لمحافظة واحدة وعدد محدود من السكان. خلال كم حدثت هذه الوفيات؟ خلال هذا الموسم، هو ما يمتد إلى فترة الصيف إلى حدود 4 أشهر، والحمد لله أن هذا الآن الفصل يعني قارب أن ينتهي، ورحمة الله يعني هي التي الحائل الوحيد تقريبا ل يعني درء مضاعفة عدد الوفيات كون الشتاء على الأبواب، وإن شاء الله يعني ستقل هذه الكارثة وآثارها يعني. طيب دكتور محمد، كانت هناك دعوات ومطالبات واسعة خلال الفترة الماضية، كانت هناك دعوات إلى ضرورة أن تلتفت المنظمات وأيضا الحكومة إلى الوضع الذي يعيشه حاليا تلك الفترة سكان المديريات في شبوة وانتشار الوباء هناك، هل استجابت الحكومة واستجابت المنظمات لهذه الدعوات؟ أخي الكريم، يعني الوضع الذي تعيشه الجمهورية اليمنية خلال يعني هذه المرحلة طبعا صعب جدا، يصعب حتى التدخلات، يصعب حتى قضية يعني أن يكون لوزارة الصحة والحكومة يعني يد يعني كبيرة وفعالة لتلمس يعني احتياجات الناس ولعمل التدخلات، خصوصا إذا ما يعني ذكرنا أن إمكانات الوزارة يعني في هذا الظرف هي غائبة وتتقاذفها الأمواج ما بين يعني القوى الطرف العفاشي الحوثي في صنعاء والشرعية في المناطق، فالأثر سلبيا على السكان وعلى خصوصا المناطق هذه النائية التي كانت تفتقر للخدمات الصحية والبنية التحتية الأساسية. إذن ما هي المسؤوليات والالتزامات التي تقوم بها وزارة الصحة إذا لم تستطع أن تساعد السكان في مشكلة انتشار الوباء في ثلثي مديريات شبوة؟ إن شاء الله يعني في ظل التطورات الأخيرة هذه، في ظل إن شاء الله استقرار الحكومة في العاصمة الاقتصادية العاصمة المؤقتة عدن، نأمل إن شاء الله أن تقوم وزارة الصحة الممثلة بوزيرها الأستاذ الدكتور ناصر بعوم ونائبه الدكتور عبد الله دحان يعني وهما فاعلي إن شاء الله، نأمل فيهما الخير الكثير إنه يقوموا بالدور الفعال لإنقاذ يعني المحافظة وبقية المحافظات، كون يعني الواقع الصحي في الجمهورية اليمنية هو واقع سيء وصعب جدا، يعني أغفل لفترات طويلة، الآن إن شاء الله نريد أن ينعكس الأثر، نريد أن يلمس المواطن بالتغيير
بأثر لكن دكتور الشرعية، محمد، نعم بأثر ثورة 2011، بأثر أن نحن جئنا لنعوضهم عما فات نعم من يعني كوارث، من إهمال في الجانب الصحي. فحقيقة الآن مديريات شبوة وكذلك أيضا يعني بقية المحافظات النائية التي كانت تفتخر الخدمات الصحية مثل أيضا محافظة مارب ومحافظة الجوف يعني ومحافظة البيضاء، فهذه المحافظات كانت الرعاية الصحية فيها يعني بعيدة عن يعني يد الدولة وإمكانات لكن الدولة. دكتور محمد، يعني دعنا نضع في المقارنة أيضا، دكتور محمد دعنا نضع في المقارنة أيضا هناك مدينة الحديدة الذي انتشر فيها الوباء، لكن نتحدث عن صعوبات في مدينة الحديدة بحكم أنها تقع تحت سيطرة الحوثيين، لكن محافظة شبوة وربط مسؤوليات وزارة الصحة مع استقرار الوضع السياسي والأمني في مدينة عدن، المفترض أن لا يكون هناك ربط بالمرة، يعني يجب أن تقوم وزارة الصحة بالقيام بحملات تقوم من خلالها بتدارك مثل هذه الأوبئة وتقوم بأعمال عاجلة، لا أن تربط عملها بالاستقرار السياسي. نعم أخي الكريم، لأن هذا جانب خدمي يجب على الوزارات اللي يعني المعنية أن تقوم بدورها الخدمي حتى أيضا يعني تعكس للناس أنها جاءت لإحداث الفارق، جاءت للتغيير، جاءت لي يعني تصحيح وضع. ففعلا نحن معك نشد على وزارة الصحة ونحن مكون من مكونات هذه الوزارة أن يعني نسهم معا ونضغط على المنظمات المعنية، المنظمة الدولية، منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وغيرها من المنظمات، أن يعني محافظة شبوة محافظة منكوبة، محافظة يعني أهملت كثيرا، محافظة إمكاناتها يعني شحيحة للغاية. يجب على أهالي وسكان هذه المحافظة أن يحسوا بأن يعني معاناتهم يعني مستشعرة من قبل وزارة الصحة وكادرها والحكومة وكل يعني فرد في هذه الجمهورية اليمنية، يعني لأنهم حقيقة ينتظرون يد العون، ينتظرون لمسة حانية من المعنيين، وأول معني في ذلك هو وزارة الصحة وكادرها من وزير الصحة نعم. إلى أقل صحي في هذه الوزارة. تحدث عن على أن الموسم على وشك الانتهاء وربما سينكمش هذا الوباء ولن يتوسع بشكل أكثر وأكثر مما كان عليه من قبل، حاليا هل هناك ما زال هناك أعداد من المرضى مصابين بهذا الوباء وهل هناك جهود لعلاجهم ومساعدتهم؟ حقيقة منظمة الصحة العالمية وكثير من المنظمات الآن عندها توجه وبدأت تشتغل في هذا الجانب، نرجو منها أن تكثف العمل في هذه المنطقة في شبوة، وهي أيضا قد بدأت وهناك أثر. كنا نتمنى من الأخوة وكيل يعني من مدير مكتب الصحة والمعنيين في محافظة شبوة أن ينورونا بحجم التدخل، لكن يبدو أنكم لم تتمكنوا من يعني التواصل معهم، لأنك أنا كلمت الأخ الذي تواصل معي فقلت له الأولى كان يعني يكون في هذا اللقاء معنيين من محافظة شبوة، محافظة شبوة مدير مكتب الصحة هناك، حتى فعلا يعطينا صورة أكبر وأشمل ويعني ندرك حجم ما قد تم فعله وما هو مراد بالتدخل يعني. إذا أشكرك جزيل الشكر الدكتور محمد القباطي رئيس اللجنة الطبية العسكرية. إذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من استوديو المنتصف، أشكركم على طيب المتابعة، نلتقيكم في حلقات قادمة، إلى ذلك الحين في أمان الله.